مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. فريق إعداد البرنامج جهز لنا باقة من المواضيع المميزة والمنوعة، وبنبتدي حلقتنا مع الذكاء الاصطناعي AI الذي أصبح اليوم أكيد جزء لا يتجزأ من صناعة الإعلام الحديث، بحيث يساهم في تحسين العمليات ويزيد من كفاءة الإنتاج. في التقرير التالي بنستعرض شلون يمكن للذكاء الاصطناعي من تعزيز أكيد صناعة الإعلام وتحقيق تغيرات جذرية في كيفية توزيع واستهلاك المحتوى من خلال التطبيقات المتنوعة. ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل، وما هي الفرص والتحديات اللي قدمها لنا العديد من الأسئلة والاستفسارات؟ نجيب عليها اليوم مع ضيوفنا في الاستديو دكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ودكتور شريف بدران عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام بالجامعة الخليجية، والأستاذ مهند النعيمي رئيس فريق الذكاء الاصطناعي في وزارة الإعلام. يا هلا ومرحبا فيكم، مساكم الله بالخير ونورتونا. مشكور أسماء، فرصة سعيدة أنكم معك اليوم. طبعا دكتور جاسم نبتدي معاك، وهناك رؤية يعني أكيد واضحة ومدروسة للمؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين بدعم أكيد الذكاء الاصطناعي، فحابين نتعرف اليوم وياك على رؤية مملكة البحرين في هذا الجانب. طبعا احنا في البحرين سباقين في الذكاء الاصطناعي، يمكن كثار ما يدرون ان احنا بدينا من 2017. نعم. نتكلم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وما هو الفرص في الذكاء الاصطناعي، وبدأنا في يمكن 2020 و21 بالفعل نطبق الذكاء الاصطناعي. البدايات كانت في مجال الصناعة، نفط والغاز والألمنيوم وتصليح السفن، لأن كان هناك فرص فعلية ومثل ما يقولون ريتيرن اون انفستمنت، يعني في تطبيقات للذكاء الاصطناعي وهناك مردود مالي، وأيضا يمكن في الجودة وفي السرعة، أيضا في تسريع عمليات كثيرة في مجالات الصناعة وحتى الصيانة. ففعلا يعني احنا جزرنا شوط في مجال الصناعة، من ثم دخلنا في مجالات أخرى، في مجالات عدة مجالات حكومية في القطاع العام، واليوم يعني أعتقد ما في وزارة أو هيئة ما قاعد تدرس صحيح الذكاء الاصطناعي، أو في عندهم خطط مستقبلية قريبة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعني بالأخص يعني أكد على الذكاء الاصطناعي التوليدي أو يسمونه Generative AI، حيث كثير من الموظفين يستفيدون من قرارات آنية في الذكاء الاصطناعي واللارج لانجوج موديل، مسألة تدريب الموديلات، وطبعا سوف نتحدث كيف البحرينيين قاعدين يتميزون في هالمجال وقاعدين نصنع تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة بالبحرين. جميل. وفي المنطقة.
جميل. يعني دكتور مثل ما ذكرت اليوم مملكة البحرين سباقة في هذا المجال، وأكيد دكتور شريف يعني أكيد للمؤسسات التعليمية أكيد دور مهم أيضا في هذا الجانب بتوضيح أهمية هذا المجال وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية سواء في الإعلام الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. طبعا فكرة الذكاء الاصطناعي كما ذكر الدكتور جاسم حالا هو أن احنا بنتكلم على about 6-7 سنوات يعني في المجال ده بيتطور من يوم ليوم وبيزيد يوم بعد يوم، وبالتالي حتى الناس اللي ما كانش عندهم قناعات انهم هيستفيدوا من الذكاء الاصطناعي خلاص بقى الامر هو امر واقع. لو عملنا استطلاع سريع جدا كامل المستخدمين سواء في الجهات الحكوميه او في الجهات الخاصه او في الاشخاص الافراد استخداما لشات جي بي تي او استخداما ل اكثر من 600 موقع اصلا للذكاء الاصطناعي، حضرتك بتتكلمي على حجم داتا ضخم جدا الناس بتستفيد منه يوميا يوم بعد يوم. ففكره ان احنا نقول لا احنا متاخرين، لا 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 احنا متقدمين جدا في الفكره دي. كل الجامعات حاليا بتدرس تطبيق الذكاء الاصطناعي، ايه هي الضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، ايه هي الاخلاقيات المتبعه على الذكاء الاصطناعي عشان نضمن اول حاجه مصداقيه الداتا انها من مصدر موثوق بعيد عن اي تزييف او اي مغالطات او اي كذا، الكشف عن المعلومات وصحتها، ومن ثم يتم بعد كده فرصه اللي هو الاستفاده منها. دايما بنقول فكره الذكاء الاصطناعي ان حاليا المعرفه بقت متاحه كتير جدا والداتا كتير جدا، الامر محتاج عمليه تحليل وتفسير. نعم اوكي، فاحنا بندرب دلوقتي طلابنا حتى في الجامعات على فكره التحليل والتفسير اللي هو البناء اللي هو لازم يكون فيه عنصر بشري يقدر يستفيد من الداتا دي ويطور منها. نعم، يعني استاذ مهند ايضا حابين نتكلم وياك عن تاسيس فريق الذكاء الاصطناعي في وزاره الاعلام بالتحديد، يعني كلمنا عن هذا الفريق. في الواقع يعني فرصه جيده اليوم ان اكون اول شيء جميل ان اكون مع اساتذتي في مجال الذكاء الاصطناعي وتخصص الاعلام. يمكن وزاره الاعلام بدينا من اخر سنتين كيف ممكن احنا نواكب كوزاره اعلام نواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي ونوظفها في مجال الاعلام. لما نتكلم عن توظيفه نتكلم في مجال الاذاعه، في مجال التلفزيون، مجال الاخبار، مجال وكاله الانباء البحرين. صدر قرار التشكيل بناء على هذه الاهميه ان الكل نفس ما قال اخوي الدكتور شريف ان العالم متسارع، كنا نتكلم قبل عن التكنولوجيا او التقنيه كان ممكن ياخذ لك وقت انك تتعلمها وممكن تتاخر شويه. نعم. مع الذكاء الاصطناعي صار الموضوع جدا صعب، فكان قرار سعاده الوزير وقتها انه لازم يكون عندنا ذكاء فريق ذكاء اصطناعي. الفريق حتى المميز فيه انه مو بشرط يكون متخصصين فنيا كثر ما هم عندهم اهتمام، بحيث عندنا خبرات في اكثر من مجال، متخصصين في اكثر من مجال، وفعلا الحمد لله ذي الفريق تشكل اطلق ذي الفريق عشان يكون فعلا المبادره عمليه. تم تشكيل يعني تنفيذ اربع يعني اختيار اربع مبادرات اوليه نبدا ننفذها في مجال الذكاء الصناعي وشلون فعلا ننجح في توظيفه، وقدرنا الحمد لله لحد الان. الحمد لله. يعني دكتور جاسم قبل شوي ذكرت ان يعني احنا بدينا في مملكه البحرين باستخدام الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، فخلينا نتكلم عن مراحل التطور اللي مر فيها هذا الموضوع. في البحرين قاعد اتكلم. نعم. طبعا البحرين سباقه في التكنولوجيا بشكل عام، يعني اذا تصورين ان اول جهاز كمبيوتر نزل في البحرين كان في 1940، يعني يمكن 8 سنوات اكتشاف النفط، جهاز اي بي ام كان في عهد المغفور للشيخ سلمان بن حمد، وهو اللي امر لجلب الجهاز ويبقى بالمركب، والحين موجود الشهاده في متحف بابكو، وكان اول جهاز كمبيوتر في منطقه الشرق الاوسط وفي افريقيا. تصوري يعني كنا سباقين، وايضا اول مركز للاتصالات شركه كيبل والس المعروفه البريطانيه ركزت في البحرين لتوزيع شبكات الاتصال في منطقه الخليج عن طريق البحرين، وايضا كنا سباقين في اول يمكن مؤتمر في التقنيات في عام 1977، لذلك يسموه شارع المعارض. فالمعارض والاتصالات والكمبيوتر احنا سباقين فيهم عن كثير دول. واللي يميزنا احنا في البحرين انه يعني اليوم نشوف الكل يتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هناك كثير من التطبيقات يمكن بعضهم مجاني، طبعا الدقه اقل عليهم، وفي بالاشتراك. نعم. طبعا التطبيقات يعني يجب ان نتحدث عنهم ان هم مو بصانعينهم لجهات معينه او خاصه. ممكن الاستفاده تكون حد الاقصى 30% 40%، لان معمول لملايين الاشخاص. نعم. ولكن اللي احنا نعمل فيهم في البحرين ان تخصيصهم والشخصنه على
حجم الجهات المؤسسات أو الوزارات لكي التطبيق تكون ملائم للأفراد في المؤسسة والبيانات اللي ندربهم على بيانات خاصة بالمؤسسات والوزارات. يعني احنا كل فترة قاعدين ننزل في موضوع الذكاء الاصطناعي لعدد أقل من الأفراد أو من المؤسسات لما نوصل يمكن حتى للأقسام ممكن نعم. يكون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لقسم قسم آخر. لذلك يعني مشوار أعتقد قدامنا شيق وصعب يمكن، وفي نفس الوقت فرص كثيرة للبحرين جميل. للتطبيق وأيضا إصدارهم يعني المهم لدول أخرى من تطبيقاتهم وخبراتهم. نعم يعني دكتور شريف، إذا بنتكلم أيضا عن المسؤوليات الأخلاقية اليوم في عملية نشر الأخبار والمعلومات، أهمية التحقق، أهمية المصداقية اليوم عند الإعلام الرقمي عند استخدام الذكاء الاصطناعي. حضرتك يعني وحطيت إيديك على الموضع الصحيح. نعم. الكلمة الصحيحة المفتاح السري. كل الناس خلاص زي ما اتفقنا ان هم يعني يوزر بشكل كبير جدا للذكاء الاصطناعي، طلاب الجامعات والاخره والعاملين في الاعلام. لكن الفكره دايما بنبلغ للطلاب او بنبلغ للاعلاميين، خلي بالك انك تدور على ريفرنس، ما تجريش ان جات لك داتا كتير جدا وهتختلف من واحد لواحد. زي ما الدكتور جاسم قال ان في حاجات كاستمايزد على منطقه معينه، على دوله معينه، على اقليم معين. فانت دور كويس جدا على الداتا، اتاكد من الريفرنس والسيتيشن بتاعه الحاجه دي جايه من انهي موقع عشان تتاكد ان مفيش معلومات مغلوطه. احنا عارفين كويس جدا ان في كود قد تكون جامعات موجهه بتغير بعض الحقائق وبعض المعلومات عشان يحصل لها نمو وتسارع بشكل سريع جدا على الانترنت، وبالتالي بيتم جلب المعلومات دي. فاول نقطه ان يكون في مصداقيه، انك تتبع المعلومات ولا تاخذ المعلومات يعني كما هي. اثنين، فكره انك تعرف تعمل كاستمايز لنفسك انت في تحاورك مع شات جي بي تي على سبيل المثال، او اي منصه اخرى او اي ابلكيشن اخر، انك بتعمل داتا معينه عشان يبقى ريفرنس بتاعك. فانت شخصيه فلانيه عايشه في البلد الفلانيه، بتدي له داتا بيطلع لك هو بناء على المحتوى بتاعك انت. نعم. بعد كده يليها مرحله زي ما قلت حضرتك التحقق من هذا. في نقطه جدا مهمه جدا، فكره تدريب الطلاب كمان على عدم تزييف الحقائق. نعم. عدم البحث وراء ترند معين او الشهره المعينه عشان اخد معلومات وخلاص. نعم. واحطها اسرع من الاخرين. فكرة التحقق وعدم تزييف بعض الحقائق فكرة مهمة جدا، لازم الإعلاميين يشتغلوا عليها الفترة القادمة في ظل يعني غضارة المعلومات اللي هنشوفها. صحيح. يعني أستاذ مهند دكتور جاسم قال الطريق شيق وطويل، فخلنا نتكلم عن يعني الخطوات التي تتبعها اليوم وزارة الإعلام لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي. يمكن قبل ما نتكلم عن الدمج، شو الخطوات اللي استعدينا لها؟ يعني كالتحدي أمامنا، حتى تقول دكتور جاسم قبل ما نبدا البرنامج، اقول كنا نتعامل مع سعاده الوزير، ما ابي اشوف شيء نظري، ابي اشوف شيء على ارض الواقع، شيء ممارس، ممارسه بعدها ممكن نتكلم انه فعلا عند الذكاء الصناعي. فبدينا قبلها اختي اسماء في ارض هذا الاستديو، بدينا برنامج تدريبي في 9 تخصصات. نعم. كان دكتور جاسم يتكلم نزل لمرحله الاقسام، احنا بدينا عن مجال الاذاعه في تخصص الاعداد، تقديم التلفزيون في الاعداد والتقديم، الوكاله في التحرير، دخلنا في الاتش ار في موضوع المخاطبات، موضوع التقارير، ريبورتينج، النتائج، تحليل الاحصائيات، دخلنا في الاخبار الرياضيه في مجال الرياضه وغير الرياضه، دخلنا في الشؤون الفنيه والهندسيه، ان شلون ممكن احلل بعض البرامج وبعض الخطط وبعض الاشياء اللي ممكن اتاكد من البرامج وغيرها. فحولنا البرنامج 9 ايام من التدريب المتواصل، وكان اكبر برنامج تدريبي يصير في تاريخ وزاره الاعلام، ان احنا جربنا 200 موظف تدريب عملي. وكان التحدي قبل ما نبدا البرنامج ان الموظف عقب ما يتدرب على تطبيقات الذكاء الصناعي راح يرجع المكتب ماله ما راح يحصل تطبيقات، شنو الحل؟ فهاي كانت الخطه ان احنا نجهز البرامج الاشتراكات المطلوبه، فرجعوا كل الموظفين بعد ما تم التدريب العملي لهم في هذه القاعه. نعم. تدريبات كانت عمليه 100%، رجع مكتبه التطبيقات موجوده بدا يمارسها. انا جدا فخور وسعيد اني اسمع الحين في اذاعه البحرين اسمع بعض الفواصل في الذكاء الاصطناعي. نعم. سعيد نشوف المكتبه ارشفه، سعيد نشوف وكاله انباء البحرين اخبار تحرر تعدل تصاغ، سعيد نشوف حتى اعداد هذه الحلقه نتم. نعم. بالذكاء الاصطناعي كاعداد واسئله ومحاور حق هذه الحلقه، سعيدنا اشوف برامج كثيره قاعد تطبق. فقادرين احنا الحمد لله، المجال كبير واسع، هي خطوه اولى ان نبدا 200 موظف حسب خطتنا التنفيذيه. الستيج الثاني راح يبدا ان شاء الله في يناير حق 200 موظف اخر. جميل. اطلقنا حتى في مجال التوعيه للموظفين موضوع خطوره الملفات وكيف طريقتها وكيف نتعامل،
عشان نفس ما قال الدكتور الحين الناس مستانسه انه شيء سريع ومستانسين شيء واو بالنسبه لنا وقاعد نستمتع فيه، لكن خلف ذي الموضوع ايضا في تحديات كبيره يجب ان نكون واعيين لها، وخصوصا بالموضوع امن الملفات او سريه البيانات وغيرها، وشلون ممكن نتعامل معها بنجاح. جميل، واحنا لمسنا يعني ردود الافعال والاصداء ما بعد هذه يعني اكيد الدوره المقامه في وزاره الاعلام، ولمسنا النتائج يعني على مثل ما ذكرت يعني على ارض الواقع. يعني دكتور جاسم، اليوم اذا بنتكلم عن دور الذكاء الاصطناعي في التطوير في يعني آلية التعليم اليوم، يعني خلينا نتحدث اول شيء عن التعليم ودور الذكاء الاصطناعي من ناحيه تاثيره على الطلبه وعلى المدرسين او الجامعات، لان الذكاء الاصطناعي ليس يعني آلة مختصة للطلبة، هناك كثير من التطبيقات في الذكاء الصناعي بالنسبة للجامعات أو المدارس. يعني خلينا نتكلم عن تطوير المناهج، اليوم استخدام الذكاء الصناعي ممكن نطور في المناهج أو المناهج تكون في نفس مستوى تطورات علمية، يعني ما ننتظر سنة أو سنتين ما بعد حدوث يعني ثورات صناعية كبرى في الثورة الصناعية الرابعة وبعدين نطور في تحشير. حتى في تطوير الأسئلة أو الكويز للطلبة ممكن الذكاء الاصطناعي خلال ثواني يطرح لهم، تصحيح الامتحانات ممكن يكونون استشاريين افتراضيين للطلبة وللمدرسين، وأيضا في المستقبل راح نشوف مدرسين افتراضيين في المدارس. يعني يمكن نشوف مرحلة أن مدرس افتراضي لكل تلميذة وتلميذة في المستقبل، مدارس افتراضية بشكل عام، وحيث أن الطلبة ممكن يأخذون الدروس في أوقات معينة، والدروس يكونون مهيئين ومكيفين حسب إمكانيات الطلبة. يعني ما بيكون درس لثلاثين أو أربعين شخص قاعدين في الصف، فبيكون تكوينات أو شخصنة، نرجع مثلا شخصنة الأفراد على الذكاء الاصطناعي وليس للمجتمع بشكل كامل. إنما في التعليم حاليا أعتقد إحنا كل ما نطور كل ما ننزل من فئات السنية في التعليم. يعني الحين الجامعات إحنا انتهينا من يعني هاي خلاص، الجامعات يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي جزء من التعليم وليس فقط في التقنيات، إنما مثل ما ذكر الأساتذة في يمكن في الطب، في الإعلام، في أمور ثانية. ولكن اليوم نطلع في مدارس الثانوية الإعدادية لما نوصل الابتدائية، يعني مو ممكن في المستقبل نشوف طلبة ممكن يكونون متمكنين في الذكاء الاصطناعي أفضل من مدرسين. فهناك تحدي اليوم بين الطلبة والمدرسين واقتراب في المستويات. حلو، يعني دكتور شريف، إذا بنتكلم عن التحديات اللي تواجه اليوم الإعلام في ظل استخدام التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. خليني أول أخذ من كلام الدكتور جاسم، لأنه أثار نقطة مهمة جدا اللي هي الخاصة بالكويزز. إحنا دلوقتي شغالين في تريننج كمان في الجامعة الخليجية على فكرة إن أنا بغذي احد التطبيقات الذكاء الاصطناعي بكل المقرر، بكامل الكورس سبيك، بكامل التفاصيل بتاعته، بكامل الموديولز بتاعه المقرر، وبعدين اطلب منه ان هو يطلع لي الكويزز ويطلع لي منها مالتيبل تشويس ويطلع لي منها كيس ستاديز. كل هذه التفاصيل بقى عندك الاختبار سهل جدا يطلع. الاشكاليه ان الطالب ممكن ياخد برضه نفس الموديولات ويدخلها ويطلع منها الداتا. فهنا الفكره زي ما قلت لحضرتك كمان مره، فكره البناء في التعليم او فكره البناء في عمليه التعليم مبنيه على كلنا، يعني كل اللي شغالين في مجال التعليم عارفين ان في حاجه اسمها بلوم تاكسونومي. البدايه بتبقى معرفه ونوليدج والاخره، ودلوقتي حاليا بقت متاحه للجميع كميه معلومات، غداره معلوماتيه كتيره جدا. يليها مرحله التطبيق البراكتيكال، وده يعني المهاره اللي الناس محتاجينها. يعني ده اللي هيفضل العنصر البشري. العنصر البشري محتاج ان هو يجرب بايديه، محتاج ان هو يجرب الكاميرا، محتاج ان هو يجرب العدسه. صحيح. حتى لو دخل وشاف معلومات هو مش عارف يعملها. الطبيب محتاج ان هو يقف بمشرط، هو ممكن يشوف عمليات كتيره ويشوف اساليب وتكنيكس، بس في الاخر هو مش قادر يعملها بايديه. تيجي بعدها المرحله الاعلى اللي هي مرحله التحليل، يعني لازم في عنصر بشري. الداتا جات لك محتاج انك تحلل. تحليل الدكتور جاسم هيقول غير تحليلي، غير تحليل الاخ مهند، كل واحد هيبقى فيه عنصر بشري في فكره التحليل والبناء والتركيب بعدها. دي نقطه مهمه جدا. التحديات اللي هتواجه الاعلاميين، رقم واحد المصداقيه لا شك في ذلك، والوصول الى المعلومه الصحيحه. اثنين فكره بنسميها الرقابه الذاتيه، والرقابه الذاتيه محتاجه وقت
وتدريب للناس ان تبقى في رقابه ذاتيه. أكيد. تاكد من معلوماتك وخليك رقيب على ذاتك قبل ما يكون في جهات رقابة عليك. نعم. يعني استاذ مهند، من خلال الدورات التدريبيه ايش كثر لمست اليوم حاجه الموظف الاعلامي يعني لهذه التقنيات الخاصه بالذكاء الاصطناعي؟ يمكن كان اكثر تخوف سواء كان الدورات في الاعلام وبرا، التخوف من اللي دائما الحين شائع موضوع انه هل ستلغى وظيفتي او هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلي؟ فكان دائما جوابي بطريقه جدا بسيطه، الذكاء الاصطناعي يجب انا اوظفه انه يطور من مهاراتي. انت قبل كموظف كنت تشتكي مثلا تقول ان ما عندي وقت او ما عندي منشغل بشغلات ثانيه موجوده او تكليفات اخرى، مع الذكاء الاصطناعي قادر انك انت تزيد من انتاجيتك، فبدل ما انا احاتي كموظف ان انا والله انتاجي كم معين، بالعكس قاعد ارفع الانتاج. الشيء الثاني اللي كان يهم الموظفين خصوصا جربنا في موضوع الاعداد والتقديم او تحليل النصوص، واحده من المهام الصعبه على سبيل المثال تفريق الحلقات، ان عندنا محتوى كبير يوميا من الحلقات. نعم. وياخذ جهد كبير كمانيوال اني انا افرق هذه الحلقات. الان مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادر نفرق الحلقه كترانسكريبت في اقل من اجزاء من الثانيه. نعم. فالجهد اللي كان ساعات طويله 4 ساعات وخمس ساعات لحلقه واحده صار ياخذ مني اقل من 10 ثواني. اني هي موضوع التحرير والاخبار، ان احيانا كنا يعني بحكم طبيعه العمل اضطر اقدر انتج في اليوم مثلا 100 خبر. الان مع التقنيات الموجوده بالمعلومات الموجوده اني ربطتها مع الفيديوهات مع المقاطع الصوتيه المقابلات الاذاعيه اللي موجوده او المقابلات التلفزيونيه، لما ربطناها لاحظنا نقدر نزيد انتاجنا، قدرنا حتى المعلومات نوصلها. فالموظف قاعد يحس انه فعلا الذكاء الاصطناعي قد يكون اداه اذا وظفته بطريقه صحيحه بتطور من مهاراتي. الشيء الثاني اللي نبي نوصله حق الموظفين انه ما تخاف على وظيفتك، بالعكس انت المفروض تعرف شلون تستغل الذكاء الاصطناعي بما يخدمك انت ويخدم مسيره العمل عندك، بحيث تنجز اكثر تبدع اكثر وقادر تحقق طموحاتك. جميل. يعني الذكاء الاصطناعي اليوم يوظف فرصه اكيد للتطور في كل المجالات. يعني دكتور جاسم، اذا بنتكلم عن مساهمه اليوم الذكاء الاصطناعي في الاعمال الخيريه والانسانيه، يعني لا ننسى ان الذكاء الاصطناعي مبني على صحه البيانات وكميه البيانات ونوعيه البيانات. نعم. في اعمال الخيريه كل ما وجد عندنا بيانات اكثر عن المستفيدين من برنامج الأعمال الخيرية، كل ما الذكاء الاصطناعي له دور أكثر من ناحية الخوارزميات أو خوارزميات مختلفة اللي احنا نبرمجهم. هناك مثلا توزيعات بالنسبة لكاتيجوريز معينين أو بالنسبة للأشخاص لبيانات الخاصة المتواجدة. طبعا هناك يمكن حساسية بالنسبة لبيانات الأشخاص، ولكن من المهم وجود نوعية من البيانات لكي ندرك فيه. حتى بالنسبة للشفافية أو أشخاص اللي بيشاركون في الأعمال الإنسانية بشكل عام، هناك منظمات دولية كبرى يستخدمون اليوم ذكاء اصطناعي بدينا للأشخاص أو بالتوازي مع الأشخاص، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم مثل ما تفضل أستاذ مهند، يعني أشخاص مع قدرات في ذكاء الاصطناعي راح يأخذون وظائف أشخاص من دون ذكاء اصطناعي. نعم. وليس كذكاء اصطناعي إنما أشخاص مع ذكاء اصطناعي. لذلك إحنا نقول من المهم أن في كل تخصصات ذكاء اصطناعي يكون جزء من الدراسة جزء من العمل، وهم يكونون الفارق بينهم بين جهة ثانية. يعني كنا نتكلم قبل شوي عن تاريخ الذكاء الاصطناعي، يجب أن أذكر نقطة مهمة أن الذكاء الاصطناعي أساساً الخوارزميات وجد قبل 1300 سنة وليس وليدة اليوم، من وقت الشيخ محمد بن موسى الخوارزمي هو اللي خلق الخوارزميات وحتى الروبوتات في 1115. نعم. كان من عالم عراقي او في بغداد الجروزي هو اللي خلق الكتروميكانيكال كانيسا. فكلهم يعني العرب هم الاساس لهم، والتطوير اليوم يمكن صار من جهات اخرى ولكن لنا راجعه قويه في هالمجال باذن الله. دكتور شريف، يعني نبي نتكلم عن ابرز التوصيات اللي تكون حريص على ايصالها للطلبه اليوم عند استخدام الذكاء الاصطناعي. بقول دايما الذكاء الاصطناعي ادوات استفيد منها، لان الكم المعرفي اللي متاح عليها كم كبير جدا. ذكر حالا هون استاذ مهند فكره الرصد الاعلامي وانك تقدر تعمل، بدل ما كنا بنعمل رصد اعلامي صحفي بياخد وقت طويل جدا، دلوقتي بمجرد كليك انت بتعرف كل المعلومات اللي موجوده، فبقى عندك في غزاره في المعلومات.
هذه الغزارة في المعلومات تتطلب منك فكرة التحليل ثم التحليل ثم التحليل وإعادة التفسير وبناء أفكار جديدة. زي ما ذكر برضو أستاذ مهند فكرة لا أنت مش هتمشي ولا حاجة، أنت محتاج أنك تطور مهاراتك في التفكير والتحليل والنقد. الرقابة الذاتية مهمة جدا في الفكرة في 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 العمل كإعلامي. التدريب المستمر، لان احنا النهارده بنتكلم في 600 ابلكيشن. 600 ابلكيشن فيه حاجات خاصه بالصوت وحاجات خاصه بالفيديو وحاجات خاصه بالايديتنج وحاجات خاصه بالتحرير. احنا بنتكلم على تحرير محتوى متكامل باكتر من ابلكيشن يوصلك انك تطلع منتج تقدر تقول على نفسك في يوم من الايام اعلامي شامل. عشان توصل للنتيجه دي محتاج انك تعرف التولز دي وتستخدمها بطريقه صحيحه. جميل. يعني استاذ مهند قبل الختام، في بعض الاشخاص عندهم بعض التخوف يعني من دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام، فهل هناك خطوره في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام او لا؟ هو الخطوره في اول شيء مثل ما الجهل في اي تقنيه هو بحد ذاته خطوره على الشخص نفسه. نرجع لموضوع ايضا توظيف الذكاء الاصطناعي والخوف منه، التقنيه موجوده. احنا كان اول شيء كنا نبدا فيه في كل الدورات اللي قدمناها، اول شيء موضوع الخصوصيه والامن في الملفات، نعرف في النهايه في تطبيقات معروفه لكن الى اليوم ما نعرف شنو الاغراض الاخرى اللي ممكن تستخدم. نعم. الناس قاعد تنبهر بالشكل او تنبهر بالمحتوى، اني اجرب اي برنامج يطلع لي دعايه يعني بطريقه معينه صوره او فيديو تحويل فيقول خلنا اجربه، عقب يتفاجئ ان الملفات قاعد تطلع في جهات ثانيه. فدائما نحذر الموظفين، نقول دائما استغل التقنيه بالطريقه الصحيحه. اثنين، في وايد تطبيقات موجوده قاعد تطلع ما نعرف شنو خلفياتها، فدائما تاكد اذا كانت ملفاتك حتى لما نسالهم عن موضوع التقارير او الكتب او التحليلات لازم نتاكد اي ملف يرفع للذكاء الاصطناعي يجب ان يكون اوبن سورس مفتوح من قبل مرفوع ما عندي مشكله فيه. نعم. على ذلك لازم نحاسب وايد لان التقنيه تتم في النهايه تقنيه جديده، ظهور اطراف عديده في موضوع الذكاء الاصطناعي بدا يخوف حتى المؤسسات. صحيح. فدائما نقول ثق بالمؤسسات اللي قد تكون مؤسسات عالمية وتطبيقات معينة أستفيد منها. نعم. لا تنبهر بالنتيجة السريعة كثر ما في هناك جانب، خصوصا احنا مرتبطين بعالم وظيفي او اعلام حكومي. صحيح. بتكلم من جانب حكومي غير الصحف وضعهم غير. نعم. المؤسسات وضعهم غير، لكن كاعلام حكومي او كمؤسسات حكوميه يجب ان يكون اكثر دقه، وهي يمكن واجهنا اكثر شيء في موضوع الشؤون الفنيه او في دورات الاتش ار. نعرف ان كل ملف نرفعه راح يتعلم منه. نعم. ذكاء اصطناعي ماشين ليرنينج راح تتعلم مني، ممكن عقب تطور ذي الناس او ممكن شخص ثاني يستفيد منه، فهاي يمكن التحدي الاكثر في موضوع الذكاء الصناعي، استفيد منه واضفه في حياتك، ممكن تتطور تحقق مكاسب ثانيه في مجال ابداعك، لكن يبقى جانب الامن والخصوصيه في الملفات هي الحاجز الاكبر. نعم. يعني مثل ما ذكرته خلال اللقاء ان هذا عالم كبير اكيد ومجال واسع يتضمن العديد يعني من يعني التفاصيل. كل الشكر لكم ضيوفنا ومشاهدينا. كان معنا الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والدكتور شريف بدران عميد كليه الاتصال وتقنيات الاعلام بالجامعه الخليجيه، والاستاذ مهند النعيمي رئيس فريق الذكاء الاصطناعي في وزاره الاعلام. كل شكر لكم مرة ثانية وحياكم الله. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. مشاهدينا مستمرين معاكم في حلقتنا، وبنتكلم اليوم عن عدة قوانين مختلفة وهم لاقت اهتمام وحرص كبير من المعنيين في سن وتشريع القوانين. للحديث أكثر حول هذه القوانين يسرنا نرحب بالمحامية منيرة فرحان. مساء الله بالخير. حياك الله. مساء الله بالنور. شكرا على استضافتكم وقدم جزيل الشكر والتقدير لتلفزيون الملك. حياك الله. في البداية حابين نتكلم يعني عن المشرع البحريني اليوم شلون كفل للأطفال حق التعليم، وفي حال يعني أهمل ولي الأمر يعني إلحاق أبنائه بالتعليم شنو الإجراءات القانونية اللي ممكن اتخاذها؟ نعم طبعا في البداية تزامنا مع احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي للطفل اللي صادف 20 نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي واحترام وحماية حقوق الطفل. طبعا يأتي عندنا في المقدمة لحقوق الطفل اللي هو حق الطفل في التعليم. حق الطفل في التعليم هو حق دستوري وحق إنساني في أنه هو يحصل الطفل على التعليم مهما كان وضعه الاجتماعي. لذلك
لو امتنع ولي الأمر أو المتولي لرعاية الطفل عن تعليم الطفل أو إلحاقه في التعليم أو أهماله بشكل متعمد أو حتى الاستخفاف بهذا الحق للطفل، نعم. فهذا يعد انتهاك لحقوق الطفل الأساسية، لذلك المشرع البحريني تصدى لهذا الأمر و قرر بإيقاع الجزاء على ولي الأمر أو المتولي لرعاية الطفل في إيقاع العقوبة في حال ثبت أن ولي الأمر أو المتولي لرعاية الطفل لم يلحق الطفل بالتعليم ويكون الطفل اللي بلغ سن الإلزام أو تم حرمانه من التعليم، وهو ما أكدت طبعا المادة الثامنة من قانون رقم 27 لسنة 2005 قانون التعليم أو بشأن التعليم والتي نصت على يعاقب بغرامة لا تزيد عن 100 دينار والد الطفل أو المتولي لرعاية الطفل إذا تسبب في عدم إلحاق الطفل بالتعليم والطفل الذي بلغ سن الإلزام في عدم إلحاقه بالتعليم أو انقطع عن الحضور إلى المدرسة بدون مبرر مقبول لمدة 10 أيام متواصلة أو منقطعة. في ذي الحالة طبعا لا تحرك الدعوة الجنائية إلا بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم، فهذا يعني أن يتم التحقيق والتأكد من أن فعلا تم حرمان الطفل من التعليم من خلال الجهة المسؤولة اللي هي وزارة التربية والتعليم، ثم يتم تقديم الطلب إلى النيابة العامة ويتم تحريك الدعوة الجنائية على ضوء ذلك، على ضوء إثبات أن فعلا تم إثبات أن ولي أمر الطفل بحرمانه من حقه في التعليم. نعم، لذلك يعني أخيرا من وجهة نظرنا بالنسبة للعقوبة المقررة على ولي الأمر أو المتولي لرعاية الطفل في هذا الوقت، هذه العقوبة لا تتناسب مع التغيرات المجتمعية حاليا، لذلك نوصي المشرع البحريني بأن يعيد النظر في نوع أو مقدار العقوبة المقررة على ولي الأمر في حال ثبت حرمان الطفل من حقه في التعليم، أو إيقاع تدابير احترازية تكون لها تأثير بإلزام ولي أمر الطفل لإلحاقه في التعليم. نعم، يعني أيضا حابين نتكلم عن يعني كيف واجه المشرع البحريني اليوم جريمة المرابعة. جريمة المرابعة أو خلينا نقول بالمفهوم العام نوضح للسادة المشاهدين معنى المرابعة في البداية قبل ما ندخل بالجريمة التي أقرها المشرع البحريني. طبعا المرابعة هي اقتراض مبلغ من المال مقابل الحصول على الفوائد، الفوائد هذه تكون خيالية وتتجاوز الحد المسموح به قانونا، فقد يلجأ البعض إلى أنه يقترض مال مبلغ من المال من أشخاص أو بنوك أو مؤسسات، يكون هذا الاقتراض أما لأجل مشروع معين أو يكون من أجل سداد التزامات معينة. لذلك فيكون سبب الاقتراض أما يكون لحاجة، فيتم هني استغلال الأشخاص عبر اقتراضهم لهذا المال مقابل المبلغ أو مقابل الفوائد، تكون فوائد خيالية أو خلينا نقول مبالغ فيها. طبعا في هذه الحالة تصدى المشرع البحريني أيضا لهذا النوع من التعاملات فجرم المرابعة، وذلك وفقا للمادة 401 من قانون العقوبات البحريني واللي نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة لا تزيد عن 100 دينار من أقرض آخر نقودا بفائدة تتجاوز الحد المسموح به قانونا، وسواء كانت هذه الفائدة ظاهرة يعني سواء كانت هذه الفائدة ظاهرة أو كانت خفية. نعم، لذلك يعني يجب علينا
ان احنا ندرك او يكون عندنا وعي بسعر الفائده قبل الاقتراض. فسعر الفائده يتم تنظيمها ويتم نشرها يوميا من قبل مصرف البحرين المركزي، فعشان ما نكون احنا ضحيه جريمه المرابه. نعم، يعني في عام 2022 كان في هناك بعض التعديلات على قانون الاجراءات الجنائيه، ومن ضمنها يعني تعديلات على إجراء محاكمات سريعة تختصر الوقت والإجراءات، فكلمينا عن إيجابيات هذا التعديل. صحيح، النظام اللي أقره المشرع البحريني هو نظام مستحدث، وهو نظام المحاكمة العاجلة مقابل اعتراف المتهم بالجريمة. طبعا هذا النظام هو من التعديلات الهامة اللي كانت في سنة 2022 على قانون الإجراءات الجنائية. النظام المحاكمة العاجلة تم استحداث هذا النظام، هو السبب إنه أو أساس استحداث نظام المحاكمة العاجلة مقابل اعتراف المتهم هو أن العدالة الجنائية لم تعد تقتصر على المواجهة بين الخصوم ولا على فرض العقوبات لتحقيق الردع بالمفهوم العام أو المفهوم الخاص، بل أن السياسة الجنائية اللي تبناها المشرع البحريني أخذت يعني في مواد الجنح وفي قضايا الجنح بدأت تأخذ منحنى التيسير والتبسيط وإعطاء مجال أكبر لإنهاء الخصومة الجنائية في مهدها مثل ما نقول. لذلك يطبق نظام المحاكمة العاجلة مثل ما قلنا على قضايا الجنح مواد الجنح، فيستلزم عشان يتم تطبيق هذا النظام اللي هو نظام المحاكمة العاجلة أن المتهم يتم صدور منه الاعتراف كاملا بالجريمة أو الجرائم المسندة إليه، الشرط الأول. أما الشرط الثاني أنه هو يبدي رغبته في أن يتم تطبيق عليه نظام المحاكمة العاجلة. نعم، فلو تم لو أبدأ رأيه في أو أبدأ رقبته في تطبيق المحاكمة العاجلة سواء كان في أمام النيابة العامة راح يتم تحديد الجلسة خلال 3 أيام، ولو أبدأ رقبته في تطبيق نظام المحاكمة العاجلة أمام أو أثناء محاكمته راح يتم تثبيتها في محضر الجلسة. في كل الحالتين راح يتم صدور الحكم في ذات الجلسة، ويكون الحكم اللي هو الحد الأدنى للعقوبة المقررة على المتهم. نعم. فالنظام أو الأثر المترتب أو الغاية من تطبيق نظام المحاكمة العاجلة هو أول الغاية الأولى أو الغاية المهمة للمتهم أنه راح يتم تخفيف عليه العقوبة المقررة مقابل أنه هو يعترف بالجريمة المسندة أو الجرائم اللي يرتكبها. ثانيا اختصار مثل ما تفضلتي اختصار الوقت والإجراءات بدون المساس طبعا أو بدون الإخلال بالعدالة ودون المساس بعد بضمان ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة. نعم، المحامية منيرة فرحان كل الشكر لك ونورتينا. مشاهدينا ننتقل معاكم لفقرتنا الأسبوعية إنجازات رياضية، خلونا نتعرف على بطل هذا الأسبوع في هذا التقرير. حسن العواضي اسم لا يغيب عن عالم سباقات الدراجات النارية، تألق بنجاحاته وشغفه الذي رسم مسيرة استثنائية في ميادين المنافسة، شخصية بارزة تجمع بين القوة البدنية والذكاء الرياضي. على مدى أكثر من 8 سنوات بنى حسن خبرة عميقة في مجالات الصحة واللياقة البدنية إلى جانب رياضة الدراجات النارية والهوائية. هذه الخبرة كانت رحلة غنية بالتحديات والإنجازات التي صقلت شخصيته ورسخت مكانته كأحد أبرز الأسماء في هذا المجال. ما يميز حسن قدرته الفريدة على إلهام وتوجيه اللاعبين والمتسابقين نحو الاحتراف. يمتلك رؤية واضحة وأسلوبا قياديا يجمع بين الحزم والتحفيز، مما يجعل منه مرشدا حقيقيا لكل من يسعى للارتقاء بمستواه الرياضي. في عالم مليء بالتحديات والمنافسة، استطاع حسن أن يثبت أن التميز ليس مجرد صدفة، بل نتاج العمل الجاد
والرؤية الواضحة. حسن العواضي هو قصة نجاح عنوانها الشغف هو مفتاح لتحقيق الأحلام. خلونا نتعرف على متسابق الدراجات النارية حسن العواضي، مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا. طبعا في البداية احنا حابين نتكلم عن قصة دخولك هذا المجال ومصدر إلهامك في اختيار هذه الرياضة بالتحديد. هذه الرياضة أول شيء يعني من الصغر، تعرف من أبوي وعمي من الصغر كانوا في البيت موجود، ف يعني كنت أشوف الشيء من الصغر، وبس يعني بديت أمارسها من الصغر لين ما كنت ليومك يعني ما وقفت. حلو. بديت عالم الحلبات والصباغات من 2016 وانجزت يعني وايد بطولات. والحين بنتكلم عن الانجازات اكيد. نعم. يعني في عالم السباقات الدراجات الناريه حققت العديد من الانجازات حسن. نعم. فكلمنا عنها. بديت اول شيء اول سباقاتي في امريكا ايام الدراسه 2016، فحققت يعني كذا منصات فوز للبحرين كأول متسابق بحريني خارج البحرين، وبعدين رجعت البحرين من 2018 ل 2020، يعني بعد البحرين الوحيد وأكثر واحد يعني كان ينجز بطولات حق البحرين. حلو. وأهمها السنة اللي طافت سنة 2023 حققت البطولة، ف ناس ما شفته على البايك رقم واحد. نعم. فهاي معناته البطل الموسم. جميل. يعني حسن انت مو بس حققت هذه الانجازات او تمارس هذه الرياضه، انت ايضا تدرب، فكلمنا عن تجربتك في التدريب. اي نعم، فبديت التدريب من 4 سنوات لان لاحظت انه يعني قله التوعيه في الشباب اللي يحبون الدراجات الناريه، فقررت انه يعني أعلم وأنشر ثقافة الدراجة النارية بالطريقة الصحيحة في المكان الصحيح. نعم. شلون شفت تفاعل المتسابقين اليوم وياك أو المتدربين بمعنى أصح؟ يعني مع قلت لك 4 سنوات يعني في ناس طلاب جاييني من 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 كل دول الخليج، يعني فوق 30 طالب دربت في هالفترة، وفي بعضهم من 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 يعني نفس ما نقول مبتدئ ليه وصل مرحله المتسابق. نعم. يعني احنا جزء من حماسهم بنشوفه في هالتقرير الحين ويا بعض. هذه الرياضه يعني يمكن من اقدم الحلبات اللي يمارسون فيها الدراجات في المنطقه هي حلبه البحرين. اليوم عندنا تمرين اوبن تراك، في هواة وفي متسابقين. طبعا الهدف اللي احنا عندنا اياه كلنا ان احنا نستمتع ونمارس رياضة بشكل امان، بعيد عن الشوارع وبعيد عن خطورة السياقة في الشارع. فالحمد لله حضور مميز اليوم من البحرين ومن الخليج ايضا. بالنسبه حق اللي يدخلون اللي يبون يدشون الحلبات في السياكل بالدراجات الناريه، انا انصحهم انهم لا يترددون، ولكن ضروري يتعلمون ما هي خطوات السيفتي اللي لازم يحترزونها واللبس السيفتي والامور هذه. استخدام الدراجات في الحلبات امنه وفيها تدريب وتعليم كثير، وفيها رياضة وتعتبر من الهوايات المحببة الغير مملة. أمارس هذه الهواية في حلبة البحرين الدولية لأن هو المكان الوحيد الموطن والمكان الآمن عشان أنت تمارس هذه الهواية. فأنا أنصح أي أحد حاب يمارس هذه الهواية هي حلبة البحرين، يوفرون لك ان كل انواع السفتي وكل انواع الاشياء الامنه اللي انت تحتاجها تمارس هذه الهوايه. يعني انا انصح الشباب اللي خاصه اصحاب الدراجات الرياضيه ان يجون للحلبات، امن لهم من الشوارع، امن لهم وتجربه يعني جميله جدا. انا اقول اللي يتطور
ويحس انه هو تمكن وزاد عنده ثقه يشارك ببطولات رسميه محليه، واذا اشتد ساعده وصار ممتاز يقدر يفتر على كل دول الخليج. بعض الدراجات اللي بتشوفونها مثل دراجتي هذه مضبطة حق السباقات، تلاحظ ما فيها إنارة وما فيها كذا، فهذه تنساق بس في الحلبة. بعض الدراجات الثانية اللي بتشوفونها خاصة بين الهواة عليها أرقام وممكن أنهم يسوقونها للحلبة ويرجعون فيها بعد الحلبة. أنا يقولون الناس طيب يعني في سن معين أخاف إحنا كبار ما كبار، أنا يمكن أكبر الناس سناً وشارك في الحلبة ولحد الآن محافظ على أرقامي وسرعتي وما في أي مشكلة، لو إن شاء الله يصير عمرك 60 فوق 60 ماكو مشكلة كمل دام إنه بخاطرك كمل. آخر متدرب قال حتى لو عمرك فوق 60 كمل. لاحظنا أن يعني في هذا التقرير تفاوت الأعمار، تفاوت الجنسيات واختلافها، وأيضا الجميل أن احنا اليوم في مملكة البحرين عندنا أكثر بيئة آمنة لممارسة هذه الرياضة يعني، فشنو تعليقك؟ أول شيء أشكر حلبة البحرين الدولية على توفيرهم المكان والوقت وال يعني موفرين لنا يفتحون لنا الحلبات أن نروح نتدرب فيها متى ما نبي. فبالعكس هاي شجعنا ان نطور من الرياضه ونثقف الشباب اللي يطلعون في الشوارع عن السرعه وعن الحوادث ان يجون ويتعلمون الطريقه الصحيحه في استعمال الدراجه الرياضيه. فاكيد المكان امن وحق الكل، فاتمنى ان الناس اكثر يجون. حلو، يعني قبل شوي تكلمنا عن الإنجازات لكن أكيد هناك تحديات أيضا حسن يعني في هذه الرياضة، فكلمنا عن هذه التحديات شلون تجاوزتها. تحديات هو أكيد تعرفون مترسيك يعني معناته خطورة أكيد، فالواحد لازم يكون حذر يعني أول شيء لبس السيفتي، فلازم يشتري أحسن شيء لأن صحته فيه. وبعدين ثاني شيء يعني يعتني في دراجة النارية، لازم يعني الصيانات بأول بأول علشان أكيد هو راكب عليها، فإذا صار أي مشكلة فيها يعني بتكلفة وايد. وتكاليف الحلبة بشكل عام يعني كل ما نروح الحلبة شوي يعني مكلفة بشكل عام إذا واحد يبي يستمر عليها. هذه الأشياء. نعم، يعني إذا بنتكلم عن أي نوع من الرياضة فأكيد التغذية تلعب دور مهم، فخلنا نتكلم عن دور التغذية في هذه الرياضة بالتحديد. التغذية أكيد لازم واحد يكون فت. أنا يعني أقول حق الشباب إن لازم يكون واحد رياضي علشان يجي الحلبة، لأن هو مجرد يعني واحد يسوق في الحلبة يعني يحتاج طاقة وايد. الناس عبالهم بس واحد قاعد على موترسيكل ورايح بسرعة، لا هو من تروحين من يمين ليسار يبي لها لياقة يعني. هي لياقة وايد يعني أنا أتمرن ثلاث ساعات سيكل ساعتين سيكل علشان يكون عندي لياقة السباق، أكون يعني أخلص السباق على السرعة عالية ومن البداية للنهاية يعني مثلا 18 لفة، فيكون متعب على كل ما تلفين البايك يمين ليسار فأنت قاعد تسحبينها يمين ويسار. نعم، فمتعب. يعني مهارات ان انت تمارس هذه الرياضه مختلفه عن مهارات التدريب، فخلينا نتكلم عن اهم المهارات اللي لازم تكون عند المدرب اليوم عشان انه هو يقدر يعطي من خبرته. صح، في هذا المجال اكيد يعني المدرب لازم يكون عنده خبره. فانا اعلم الناس يعني عندي نفس ما نقول اللي توه يبي يبتدي يتعلم يسوق دراجه ناريه يبي يتعلم يلبس خوذه ليه يبي ليش سباق. فكمتدرب اللي لاحظت انه يبي له صبر يعني تشوفين الناس اللي يتعلم بسرعه وفي ناس اللي يطولون وايد، في متسابقين يعني يطول وايد على ما يتعلم يحتاج دروس وايد، فصبر ويعني لازم ما نقول انه يعني يواسي المستويات. نعم، اشوف المستوى ماله وعليه اطوره. نعم، يعني حسن الدراجات النارية أكيد تختلف عن السيارات أو عالم السيارات، فإيش كثر يلعب الجو اليوم يعني دور في عملية التدريب أو ممارسة هذه الرياضة بالتحديد؟ أي صح، الجو يعني
الحين وايد زين. الحين بدا الشتاء هاي الموسم اذا لاحظته بالشوارع كلها الناس طالعه على الموتورسيكل. الموتورسيكل في الشتاء يصير وايد اسرع مرتاح، وفي الحر يعني مع اللبس اللي شفتوه الجلد الفول سوت صحيح يكون وايد حر. يعني السباق اللي سويته بدايه الموسم مقارنه بالحين السرعات وايد تختلف، التركيز يكون اعلى في لما يتعدل الجو، الجو الحار يكون يعني صعب على التاير على الموتورسيكل على المتسابق نفسه وعلى السائق نفسه. حلو، شلون توازن ما بين التدريب وتدريباتك انت الشخصيه؟ يعني هو في يوم التدريب عاده يعني ادرب واحد او اثنين وبعدين احصل لي مجال اني اتدرب شوي حق السباقات. جميل، يعني نصيحه اخيره توجهها للمشاهدين اللي حابين انهم يمارسون هذا الرياضه اليوم؟ والله اتمنى الكل يعني يتواصل معي يروح حق حلبة البحرين الدوليه وما بنقصر معه، بالعكس بنعلمه من البدايه للنهايه عن كل شيء شلون يكون امن وبنطوره. قبل الختام شلون تشوف مستقبل هذه الرياضه في مملكه البحرين؟ المستقبل فيه تطور. نعم. الحمد لله يعني كل سنه قاعد اشوف اعداد المشاركين اكثر، فاتمنى انه يعني يجون اكثر وبالعكس نتسابق في البحرين وفي الخليج وبرا باذن الله. يعني مشاهدينا تعتبر مسيره حسن العواضي ملهمه للكثيرين اكيد، حيث يجسد التفاني والشغف في عالم سباقات الدراجات الناريه من خلال انجازاته وتفاني في تدريب الجيل الجديد والقديم، ايضا يساهم حسن في تعزيز مكانه البحرين في عالم الرياضه ويشجع الشباب على اتباع احلامهم في مجال الدراجات الناريه. حياك الله حسن العواضي ونورتنا. ما قصرتوا مشاهدينا، احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، تقدرون تتواصلون مع البرنامج عبر الايميل الظاهر لكم اسفل الشاشه. تصبحون على خير ومع السلامه.